مدينة الرسان. بتوشي مين داشر فين فطاش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شو عم تعمل هون يا أخي؟ والله متمنك شايف عم نلف حطب. ليش ما عندكم مازوت يا أخي؟ لا والله الجيش لا صديق ما خلى شيء، لا غاز لا بنزين لا مازوت ولا شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يا أخي شو هذا الدمار اللي هون الحاصل هداك؟ والله جت طيار الميك ضربت هون صاروخ لقنا بريج المي فجرت وتحت الأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الخراب كله من طيارة الميج؟ كل نار بتجي ومباري جت هي والهليكوبتير. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يا أخي فيك تحكينا شوي عن الوضع الإنساني هم مدينة الرسام؟ والله لا أكل لا خبز ولا شيء. ما بتقدر تأمنوا شيء خالص؟ خالص. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب أنت ليش مانك بالمدرسة؟ والله رحنا أول يوم قام جت الميج ضربت حدنا ما نروح. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب يا أخي إحنا عباب شتوية شو مجهزين للشتوية؟ والله انطاع عملنا قصقص بها سجور عملوا من الأراضي. حسبنا الله ونعم الوكيل. معاناة الأهالي في مدينة الرستان. الله وكيلك يدوم ما عنا ونطلع عليه بشتغل فيه وبنام فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة الرستان 23/2013 سوء الحالة الإنسانية مدينة الرستان.